إبراهيم، كنت عم بسألك البنزين يلي تم تخزينه واكتشف وعلى أساسه كان في توقيف خيك مارون، وحضرتك كان في مذكرة بحث وتحري بحقك، هذه الكمية من البنزين وين صارت اليوم؟ استاذ جورج، الكمية الو تفضل عم نسمعك. استاذ جورج، الكمية اللي صارت اليوم تصادرت ما لهم حق يصدروها. انا بقول لك شغله حطها ببالك، هيدي اللي صار يعني اذا بدك انكاية سياسية، بس يعني دخل فيها جبران باسيل مع أورور فغالي وصدروا لنا البضاعة، وهيدي البضاعة لازم يحاسبونا مثل ما حاسبوا كل العالم، يعني لازم يحاسبوا خيي يقولوا له بيع البضاعة بطريقة مثل ما كل العالم انكشفوا لا أخذوا عندها بنزين بيعوهن إياها ضمن السعر الرسمي، وقبض حقها. نحن الوحيدين خيي صدروا له هاي البضاعة وأخذوا المصريات، ولليوم بعد ما قبض حقها. واكثر من هيك صدروا لنا، الي انا صدروا لي تريلي غاز كانت بالمستودع محمله 22 طن غاز من شركه النات غاز مع فاتوره، اجوا صدروها من قلب الشركه. يعني تصادرت تريلة الغاز، تصادروا الغازات، تصادرت البنزينات، صادر المازوطات، واتاخد كل شيء. يعني وفي اكثر من هيك، نحن اللي صار معنا، انت بترجع بتقلي انت قطعوا لك بحث وتحري، انا ما علي شيء ليقطعوا لي بحث وتحري، انا ما علي شيء بالملف، انا ثلاث كلمات بالملف ما علي، خيي عندهم قالوا البضاعه لالي، الارض لالي، الفواتير باسمي، الخزانات باسمي، انا ما علي شيء. انا طلبت لحتى يسالوني كم سؤال، انا ما رحت، لانه انا شعرت انه بده يوقفوني اذا رحت، انا ما رحت، زحت من الطريق، وقفوا خيي ما لازم يتوقف 17 يوم. نحن ما عندنا جرم الاحتكار يا استاذ جورج، نحن فاتحين محطاتنا 24 ساعه ل 24 ساعه كل الازمه، ولا واحد بلبنان مرق عبى بنزين من محطات الصقر، عم بحكيك انا، ولقاها مسكره. انا ما عندي محطات بزحله، ما في بزحله محطات الصقر، لانه صاروا يقولوا انه ما كان يعبي للزحالنه. انا ما عندي محطات بزحله، لانه زحله اخذها خيي وانا اخذ بيروت، انا عندي من عريا للمدفون، ما في حدا بلبنان الا ما مرق عبى بنزين، وانا عم بحكيك على الهوا هلا والزبونات عم يسمعوا، ما في حدا الا ما عبى بنزين عنا. يعني نحن مش محتكرين، المحتكر بيضب بضاعته وبيسكر عليها، هيدا المحتكر. نحن عم نبيع 24 ساعه ل 24 ساعه لما كانت العالم تسكر. اذا بتتذكر بال 2019 فاتت السلطه علي من عناصر من التيار الوطني الحر لحتى يسكروني بالقوه، وانا وقتها فتحت بالقوه، وقتها وقفوني الي رجعوا كمان ومن وقتها نحن مبلشين المعركه نحن وياهم. هيدي ما يخص الاحتكار، ما يخص الاسعار الرسميه. تحدى زلمي بلبنان مشتري من عندنا لتر بنزين او مازوت بسعر غير الرسمي، اتحداه يطلع على الهواء يقول انا مشتري سعر او غاز بالسعر غير الرسمي. بمخص التهريب، نحن جماعه اكيد ما بيخلونا نهرب، ما معقولي واحد شاب قواتي ماروني في هرب للنظام السوري، هيدي شيء من بالك، حتى لو عندنا نيه التهريب ما بيخلونا نهرب، اللي بيهربوا هن الشيعه تبع حزب الله، هودي اللي بيهربوا لحتى ما نتخبى ورا خيال اصبعنا، يعني اكيد نحن مش مهربين، لو نحن مهربين ما لقوا عند خيي هلا بضاعه مليون و600 الف لتر، وهن مليون و600 الف صدقني اني اربع ايام مصروف عندنا، لو نحن ما هربن على سوريا كنا هربناهم، ليش تركينهم عندنا؟ اها، بطريقه سيفتي 100% بشهاده اللي اجوا فحصوها. كرمال هيك يا استاذ جورج، انا بدي حابب اشرح لك اكثر من هيك، نحن تعرضنا لاضطهاد ليدمرونا اقتصاديا. نحن بعثوا شركه أورور فغالي، بعثت زلمه اسمه توني بويونس، هيدا عنده شركه مختبر، فحصت لنا 39 خزان. هل يا استاذ ست أورور فغالي، انا عم بتوجه لك اليك على الهواء، لقطي عند العالم كله بنزين، هل فحصت لحدا بنزين بضاعه فحصتي له بالمختبر هل انت رحتي فحصتي لحدا وقلتي له بدي افحصك؟ بس نحن ليدمرونا اقتصاديا، بس
اخذوا لنا البضاعه. ما في شيء بلبنان اسمه قانون مصادره. نحن بلاد مش شيوعيه هان، نحن بلاد تجاره حره. انت لك علي بتيجي بتلاقي هاي البضاعه، مع انه انا برجع بشدد كان المفروض الدوله اللبنانيه تيجي تقول انا يا شباب اللي عنده بنزين معه خلال 10 ايام بدهم يبيعوا المستودعات، والا بعد 10 ايام بدي علق له مشنقته بساحه البرج. مش بذات الليل بتيجي بتقول والله نحن بدنا نكشف اذا عندكم بنزين ولا ما عندكم. انا عارف يا استاذ جورج عندي، وانا كنت اقول على الهوى شو عندي، انا ماني مستحي من حدا. نحن بيتها 24 ساعة وفيها بضاعة، وكانوا يشوفوا قدام عيونهم. انا كان عندي بمحطة البربارة او اذا بدك المنصف كان عندي 150 الف لتر او 120 الف لتر طلعوا هني معهم. انا رحت عامل كتاب لوزارة الاقتصاد ولحماية المستهلك ولأجهزة ناين بالدولة اللبنانية، قلت له تعاو امنيا لانه عم يفوتوا كتير علي غربية. نعم عفوا. رحت قلت لهم بدي اسحبهم، اجا الجيش بعد يومين وقف على ايدي سحبتهم ونقلتهم على محطات وبعتهم. بس اجوا عملوا بالاعلام التيار الوطني الحر انه انت محتكر وكيف ضببهم انا اللي اعمل كتاب لاجي جهازين بالدولة ولحماية المستهلك. عليها جبران باسيل وسندوهم بعد الادناب العملاء السورية بزحلة. مين يعني؟ مين المقصود عم بتقول بالعملاء السوريين بزحلة؟ مين يعني؟ كلهم هن اللي دخلوا بهذا الموضوع، كلهم. مثلا سليم جريصاتي دخل، والجبران باسيل دخل، والطيار الوطني الحر. صار بس ليدمروا اللوات اللبنانية ويدقوا سمير جعجع. لا سمير جعجع له دخل بالبنزين ولا اللوات اللبنانية، سمير جعجع له دخل بالبنزين ولا اللوات اللبنانية لا دخل بالبنزين ولا بمحطاتي ولا بتجارتي. أنا زلمة إلي 20 سنة بناضل بالقوات، ولا مرة بحياتي بطلع على التلفزيونات، إلي 17 سنة ولا مرة بحياتي قدر حدا لقط علي نص ملف، لأنه أنا ما بشتغل شي برات الطريق. أنا ما علي شي حتى الملف على خي ما عليوش شيء، خي لازم ما يتوقف 17 يوم، لأنه ضغط سليم جريصاتي توقف 17 يوم، أنا لازم على خي غير موقف كان بنفس التهمة توقف 4 أيام، دفع كفالة 50 مليون، خي دفعوه 400 مليون الكفالة.